ذكرتوني بمقولة بتقول كم أتوق إلى المزيد من الوقت، لكن الوقت هو السلعة الوحيدة التي لا يمكنني شراؤها حتى بثروتي الفاحشة. هذا الشيء مكتوب برواية الجحيم للعبقري دان براون. ما رح أحرمكم، جايبت لكم الرواية ورح أخبركم عنها، بس قبل ما أخبركم ما بعرف إذا بقدر أعبر عن حبي لهذا الشخص، لأنه دان براون من الأشخاص اللي خلوني أعشق الكتب والقراءة. طبعاً هلأ أنا قرأت كل كتاباته أو كل إصداراته. الجحيم تقريباً هي ثالث أو رابع إصدار لدان براون. رواية أكثر من عظيمة. بهاي الرواية بتروحوا رحلة لإيطاليا بتتعرفوا على الحضارة الإيطالية. هلأ بدأ الرواية بمقولة لدانتي بتقول: أحلك الأماكن في الجحيم هي لأولئك الذين يأخذون أماكن محادية في الأزمات الأخلاقية. لما يكون في أزمة أخلاقية معينة صايرة بالمحيط حواليك، لازم أنت يكون لك قرار، موقف تقدر تثبت وجودك وتثبت أنت شو رأيك بهذا الموضوع، لأنه هذا الموقف رح يحدد مستواك اجتماعياً وأخلاقياً. الرواية طبعاً بطل الرواية بيكون روبرت لانغدون، اللي هو بطل أغلب روايات دان براون. بيصحى فجأة بمستشفى نسيان 36 ساعة الأخيرة من حياته، وبيكون مثل العادة عم بيواجه قصص جديدة ما بيقدر يفسرها للفترة الأولى. بتطلع شخصية اسمها سيانا بروكس، هاي الشخصية بتدخل حياة روبرت، وبيضطروا أنه يهربوا من المستشفى ويتجولوا بشوارع إيطاليا. بيكتشفوا كتير من الألغاز، كتير من القصص، وتعودنا أصلاً بهاي الشخصية، شخصية البروفيسور، أنه يحلل لنا كتير من الأشخاص. الرواية بتخلينا نزور كتير من المواقع الأثرية، وتحولت لفيلم عام 2015. هي تم إصدارها عام 2013، وصارت فيلم 2015. في لذة عقلية بتحس فيها وانت عم تقرأ لدان براون، لذة انك انت تحاول تفك هاي الرموز، لذة انك انت تعيش معهم هاي المغامرات وتحس حالك فعلا مسافر. في كمان شيء بيعتمدوا دايما دان براون، ثقافة مضاعفة المفاجأة. يعني يمكن انت عم تقرأ دايما بيكون عنا مثل تصور مبدئي للأحداث أو تصور مبدئي لوين ممكن تنتهي القصة. مع دان براون ما فيك تتخيل وين ممكن تنتهي القصة، قد ما كنت عبقري، قد ما كنت عندك خبرة بروايات البوليسية، مع دان براون ما بتقدر تكتشف النهاية إلا لما هو يخبرك. كمان لازم يكون عندك، أو مو لازم، هي الرواية بتعطيك ثقافة تاريخية عظيمة الصراحة. ما بتقدر تقرأ روايات لدان براون بدون ما يكون عندك جوجل جنبك، كل شوي تعمل سيرش تشوف شو هذا المكان، شو هي القصة اللي عم يحكي عنها. بصير عندك ثقافة تاريخية سياسية اجتماعية وفنية أكثر من رائعة. الصراحة أنا من الأشخاص اللي كنت أتمنى لفترة معينة إنه روبرت لانغدون يكون شخصية فعلا واقعية. هاي الشخصية الوهمية اللي بروايات دان براون تمنيت لو كانت واقعية، لأنه هذا الشخص اللي عم يحكي لنا عنه دان براون عنده كم هائل من المعلومات، عنده كم مخيف من القصص اللي ممكن يضلوا يخبرنا إياها بدون كلل أو ملل. فتخيلوا لو هاي الشخصية مثلا عنده إصدارات أو عنده كتب، أنا صراحة بكون من عشاق هذا الشخص. بدي أخبركم كمان أن الرواية طرقت لقصة كتير حلوة. هلأ قبل القصة بدي لكم الغلاف صورة دانتي الشاعر الإيطالي ومدينة فلورنسا. هلأ الفكرة أنه هو اعتمد كتير على جحيم دانتي اللي هي أعظم ما كتب دانتي، أخذ منها كتير من الاقتباسات وحكى لنا كتير عنها. في كمان موضوع تطرق له دان براون برواية الجحيم هي مرض الطاعون، والأقنعة اللي كانوا يلبسوها الأطباء اللي يعالجوا مرض الطاعون كان القناع عبارة عن منقار وعدسات تحمي عيون الأطباء، أما المنقار كان فيه نوع من أنواع الأعشاب المعطرة لحتى الطبيب ما يتأثر بالمرض أو ما يلقط الجراثيم. وكمان سموهن لابسو منقار ورسل الموت، لأنه مثل ما بنعرف مرض الطاعون كان كابوس أكيد لأوروبا والعالم بفترة زمنية معينة، وكتير عدد كتير كبير من الناس أصيبوا بهذا المرض المميت. الفكرة كمان أنه الأطباء ما كان عندهم الخبرة الطبية الكافية لحتى يعالجوا أصحاب هذا المرض، فكان في عدد كتير كبير من الوفيات. قد ما أحكي لكم عن الرواية رح أكون كتير مقصرة بحقها، هي فعلا من أعظم وأجمل الروايات اللي كتبها دان براون. كتير رح تستمتعوا فيها وكتير رح تحسوا حالكم عم تعيشوا مغامرة جديدة مختلفة تماما عن باقي المغامرات. أي حقبة تاريخية
لا الصراحة أي حقبة بالتحديد ما بعرف، بس بعرف إنه هي الفترة اللي كان فيها مرض الطاعون أو وباء الطاعون منتشر بأوروبا والعالم. 1910 20 بالضبط بها بها بهاي الفترة. كتير حلوة التفاصيل اللي بيدخل فيها دان براون، كتير حلوة المعلومات الفنية مثل ما خبرتكم اللي بتاخدوها، في أسماء لفنانين شعراء أدباء علماء بتتعرفوا عليهم من خلال هاي الروايات، غير الأسماء مثل ما خبرتكم هيك لازم تحطوا ببالكم أنتوا لازم تربطوا حزام الأمان، لأنه عندكم رحلة تاريخية فنية رائعة رح تعيشوها بأدق تفاصيلها وكأنك عم تحضر فيلم، لا تقل أهمية عن أنك أنت بخيالك في فيلم مرسوم.